اهلا بيكم، انا غادة. مين فينا ما عندوش المنظر ده؟ كلنا عندنا نفس المنظر ده بتاع الكياس، بياخد مساحة وشكله مش بيبقى حلو. تعالوا اقول لكم النهاردة انا ازاي بنظم الكياس دي بحيث ان هي ما تاخدش مساحة خالص. كل اللي احنا نحتاجه هو الاساتك دي بتاعة الفلوس، وبرطمان عشان نحط فيه الكياس بتاعتنا، وهوريكم كده اول كيس هعمله لكم ببطء بحيث ان انتوا تشوفوني وانا بعمله. هفرد الكيس بالشكل ده، وبعدين هلمه كده وهو بالعرض على بعضه بالشكل ده. وبعد كده هلمه بالشكل ده. وهروح ربطاه باستك واحطه جوه البرطمان بتاعنا. هوريكم بقى كمية الكياس اللي انا وريتها لكم دي هتتحط في البرطمان ده كله، وهيتفضل كمان مساحة.